يعني اخبار غريبه او خبر غريب خاص بامم افريقيا 2019، يعني اسعار التذاكر، اسعار التذاكر تم اعلانها رسميا من قبل اللجنه المنظمه. واللي هقوله لحضراتكم ده حقيقي، يعني انا مش بقول رقم او ارقام مبالغ فيها، او مش بقول رقم انا جايبه من عندي، ده التذاكر الخاصة بالأمم أفريقيا تم الإعلان عنها وتم تحديد الأسعار. نتكلم في أسعار عالية جدا جدا جدا، يعني 200 جنيه الدرجة الثالثة، و 400 جنيه الدرجة الثانية، 600 جنيه الدرجة الأولى، 500 جنيه أولى علوي، و 2500 جنيه مقصورة رئيسية. ده بالنسبة لمباريات مصر، يعني 200 جنيه درجة ثالثة، 400 تانية، 600 أولى، 500 أولى علوي، 2500 جنيه مقصورة رئيسية. ده تذاكر وأسعار تذاكر اللي هكون في أمم أفريقيا 2019 لمنتخب مصر. هل في مبررات؟ هل في كلام بقى ممكن يتقال؟ أو هل في أسباب ممكن يتقال بسببها ليه التذاكر عالية كده؟ ما حدش عارف، لكن أنا بقول لحضراتكم اللي موجود واللي مبعوت لي، واللي مبعوت لكل السادة الصحفيين والإعلاميين اللي موجودين في مصر، واللي تم الإعلان عنه على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مواقع الرياضية بشكل عام في مصر أو في الوطن العربي. في منهم اللي بينتقد أسعار التذاكر، في منهم اللي بيؤيد. طبيعي جدا، يعني هي أكيد غالية، هي أكيد كتيرة. هتقولي طيب ما تشامبيونز ليج ودوري أبطال أوروبا التذاكر غالية، أقول لك بس هما ليهم حسابات واحنا هنا عندنا حسابات. احنا شعب بسيط، شعب على قدنا، شعب دايما بنحب نفرح. الفئات البسيطه هي اللي بتحب تروح تبقى حريصه انها تتفرج على المباراه داخل الملعب، تشارك المنتخب. هما دول اللي بيقدروا يروحوا قبل الماتش بس 3 4 5 ساعات علشان يعملوا اجواء احتفاليه ويحتفلوا بالمنتخب ويشجعوا على طول. يعني هو ده اللي المفروض يحصل. يعني